كل الفنانين راهو فما ربي وفما لازم تكون طيب مع زملائك. اهم حاجه هي الزميله او الزميل الفنان او الفنانه اللي عمرك كل معاهم. انا ما نسمحش لروحي باش نقول كلام في زميلي حتى وراه. رد بالك راهو فما برشا ناس مثلا التوانسه يقولوا لي مثلا راهو يقولوا فيك او قالوا في نجله او قالوا في درجنو. خاطر التونسي يحكي سبونتاني ما يحكي. خاطر انا توا خلتي مع التوانسه في الافراح واهم حاجه. توا برشا فنانين عليه يقول لك لا انا ما نغنيش في الافراح. تي الافراح هي الاهم حاجه للفنان. سامحني ما عيطولهمش في الافراح. خاطر ما عيطولهمش في الفرح. يولي لا تولد معقول. نجم الشباك وين نجم الشباك؟ انا زوج وثلاثه من الناس عليه ما فماش. كيف تقلب الضحك بجوالي؟ قبل اللي ضحكوني وقبل نغنيو في المشهد في الفنادق زعما الفايف ستار وكل شيء ونغنيو قبل في بدايتي مثلا نغني عادي نغني عادي مش نصرف على روحي. كنت نقرا بطلت حصيل لا ذاك يغني هو ذاك ما يغني في كباريت يقول انا ما نغنيش في ما نغنيش في لا ما يغنيش في كباريت هو ما يغنيو على مدرسه ما ادري اللي هو تخطب الضحك هم به بكا الله يكتمو في عرفت الله يكتمو في توفت يغني ويموتوا على فلوس الكباريت فلوس اللونجوي علاش تحكي تو انت؟ فما واحد غنى كارتاج البارح اي شكونه؟ وغنى غدوه في ال شكونه؟ لا شكونه؟ لا ما قلتش شكونه الناس تعرف شكونه تقصد في صابر الرباعي؟ لا ما تقصدش امينه غنات؟ ما نقصد حتى امينه من قبل تغني امينه من قبل تغني في الكباريت فوزي لطفي امينه طول حياتها تغني بيريز كل غنوا في لي لونج موضه جديده غنوا الناس الكل غنات صوفيا على الاقل هذوما يبقاو ما ياكلوا خبز يا كريم يا كريم والناس انا قدام الدبابس والدنيا مقلوبه هما شيخين وممكن ما يتلفتوا لك جبله كلامك صحيح باهي ما يتلفتوا لك نرجع للجلود ارجع لي خويا قريت حساب لنهار غدوه لوجيك وي قريت حسابك اه وي كيفاش؟ الحمد لله اني عندي اذاعتي وتلفزتي وعندي الروتات نتاعي ونعم بالله